السلام عليك، حياك الله عزيزي المشاهد في مقطع جديد من لعبة إلدن رينج. اليوم بشرح سايد كويست حق رينا وفيا وروجر ودي، كلهم الأربع هذول المترابطين، والمشكلة أن في ترابط حتى مع بعض المين بوسز، فالوضع شوي متكهرب، لكن بحاول أني ألخص لكم الموضوع وأفهمكم إياه قدر المستطاع، واعذروني على أي خطأ أو تقصير. طبعا أشكركم على دعمكم في المقاطع الماضية، ويا مرحبا مليون بكل مشترك جديد شرفني في القناة. اختصارا لمدة المقطع، في طرق طويلة أنا يعني ما قصتها او ما سرعتها في مقاطع ماضية، فاذا وصلت مثلا عند مرحلة وكذا فبقول لك شوف المقطع هذاك لاني شرحت فيه الطريقة كاملة، واذا عرفت الاختصار او عندك الجريس بوينت بيكون اسهل للمشاهد اللي اوريدي فاتح هذا المكان انه يكمل معي. اما اذا كنت مثلا في طريق ما وصلت له فبقول لك انه في المقطع الفلاني انا مشيت بالطريق كامل حتى انك توصل لهذا المكان، واعذروني يعني اشوف هذه افضل طريقة اني ما اكرر الشغلة مرتين. طبعا راني تعرفونها اول ساحرة تقريبا تقابلونها في اللعبة اللي هي تعطيك الجرس اللي تسوي منها الاستدعاء. طبعا في كويست ثاني متعلق بالسامونز هذا، عشان تطورهم لازم تخلص الكويست اللي شرحته في هذا المقطع عشان تطور الارواح اللي تستدعيهم، فهذا يعتبر يعني ثاني كويست اشرحه الحين. اذا ما قابلتها في بداية اللعبة ما عندك مشكلة، تقدر تشتري الجرس من الراوند تيبل هول وتقدر تيجي تقابلها في التاور هذا اللي هو في الراني رايز. طبعا يوم تكلمها اول مره في هذا التور راح تطلب منك تكلم الثلاث شخصيات الموجوده تحت، وانا شرحت هذا في المقطع الماضي حق رهدان، كان عندي مشكله وبعض الشباب نفس الشيء استفادوا من المقطع الحمد لله، قالوا لي التور اللي ودينا عند رهدان كان مقفل، فالموضوع كان مترابط برضو بالجنرال رهدان انك بعد ما تكلم هذه الثلاث شخصيات ينفتح لك البورتل. المهم بعد ما تكلمهم بترجع تكلمها، وبعدين بتطلب منك تكلم الذيب اللي موجود في هذه المنطقه. بعد ما تكلم الذيب راح يطلب منك انك ترجع وتكلم سيلفس اللي في التور اللي مقابل التور حق الساحره اللي قبل شوي، وبعد ما تكلمها راح ترجع الى الواي بوينت رونز وتكلم الساحره. بعد ما تقابل الساحره راح ترجع تكلم الذيب، وبعدين يقول لك اللقاء بيننا في ساحه رادان اللي هم راح ينزلون كلهم اللي كلمتهم ويساعدونك في قتل رادان. المهم اذا كنت تعاني في قتل الجنرال رادان انصحك انك تشوف المقطع حقه لاني شرحت طريقتين بسهولة تقتل هذا الجنرال. المهم بعد ما تقتل رادان راح تشوف بعدين يعطونك كاتسين اللي هو زي النجوم كذا تطيح في هذا المكان اللي هو الفورت هاي تويست، واللي يفتح لك هذا المكان او المدينة الجديدة اللي برضه شرحت فيها افضل سمن تجيبه اللي هو نسخة كاملة منك. المهم من نفس المكان هذا اللي اخذت منه الميميك سمن راح تنط تحت وتحصل برضه تشست ثاني اللي فيه له الفينجر سلاير بليت. المهم بترجع عند الساحرة هذه وراح تعطيها هذا السيف وراح تعطيك الكاريان انفيرتد ستاتو، وهذا الايتم اللي راح يبتدي معانا الكويست لاين حق فيا. المهم بعد ما تيجي الراوند تيبل هول راح تحصل فيا وتعطيها الحضن الدافي. طبعا انتبهوا هذه كانت احد الاخطاء اللي شرحتها في هذا المقطع. المهم خلال الحضن راح يطلع لك السيكرت اوبشن اللي تكلمها، بتحصل مكتوب توك ان سيكرت او بالخفاء تكلمها، وراح يفتح لك الوصول الى السايد ميشن هذا اللي هو انك تعطي السلاح هذا الى دي اللي موجود في الراوند تيبل هول برضو برا. المهم بعد ما تعطي السلاح لدي تروح عند الجريس بوينت وتسوي ريست، وبعدين ترجع الى راوند تيبل هول، لا تدخل الغرفة اللي فيها الحضن هذاك عند فيا، كمل قدام الحداد هذا وبتحصل فيه باب جديد انفتح، وبتحصل الساحرة موجودة وجالسة جنب جثة دي، عشان كذا ضروري انك تاخذ الريست. راح تختفي فيها وانت بتقدر تاخذ الارمر او الدروع حق دي، وضروري انك تخليها معاك لانها تهمنا في تكملة السايد كويست. بعدين في نفس الراوند تيبل هول راح تحصل روجير زابن في هذا المكان على اليمين، واذا ما قد كلمته في اللعبة من قبل راح تحصله كذا. المهم انك راح تكلمه اكثر من مرة تروح ترجع له لين ما يعطيك الارمر حقه ويموت. طبعا اذا كلمته انت بعد ما تهزم قدرك راح يعطيك الروجير رابير هذا، ولكن انت مفروض انك تاخذ الارمر حقه كامل ويموت. غير كذا انت راح تحصل رسالة منه واللي مكتوب فيها I forget to tell you، يعني نسيت اني اقول لك ان دي عنده اخ صغير وسمع هذا الكلام في السيتي اوف نوكرون، واللي راح نروح لها بعد شوي. وهنا يا شباب الكويست راح ينقسم معاك كذا اثنين، ممكن تكمل الكويست حق روجير او الكويست حق فيا، والكويست حق فيا برضه مرتبط مع روجير، فانصحكم انكم تروحون عند فيا. واذا مشيت صح معاي الى هذه النقطة راح تحصل بورتال موجود في التاور حق رينا في الرينا رايز، واللي راح يوديك الى الانسل ريفر مين. مجرد وصولك الى هذا المكان قدامك على اليمين بتحصل زي الدمية حق الساحرة رينا، بعد ما تاخذ هذه الدمية روح الى اقرب جريس بوينت وبتحصل هذا الخيار
اللي هو انك تتحدث الى ساحرة رينا. سو هذا الخيار طول ما انه موجود وطول ما انك تقدر تتكلم معها. بعد ما تخلص الكلام معها راح تفتح المشن الجديدة والمهمة الجديدة اللي هي الهند داون بالفولد شادو. من هنا بتمسك خط الى الانسل ريفر مين لين ما توصل عند النوكستيلا وترفول بيسن. المهم راح تحصل هذا الهنتر موجود هنا وما هو بصعب يعني، راح تقتله وبعدين راح يسوي لك دروب الكي، المفتاح اللي اسمه ديسكاردد بالاس كي، وهذا المفتاح راح تفتح فيه التشست اللي موجود في الراية لوركاريا جراند لايبراري. عذروني اذا اخطأت بالاسم. المهم راح تفتح هذا الصندوق وتحصل الدارك مون رينج. تنتقل الى الليك اوف روث عند الجريس بوينت اللي اسمه الجراند كلويستر، وراح تحصل هنا بوس رهيب. بعد ما تقتله راح تقدر توصل الى المنطقة اللي اسمها المون لايت ألتر اللي هي موجودة ورا الشلال اللي البوس هذا عنده. المهم راح تدخل عند زي الكنيسة القديمة، طبعا فيه دراغون او تني راح يرسبن في هذا المكان، تقدر تسحب عليه عشان الوصول الى الكاثيدرال اوف مانا سرس. المهم سامي يا اخوان والله مرة صعبة. المهم بعد ما تدخل راح تحصل هذا الجريس بوينت، راح تاخذه وراح تحصل جنب الجريس بوينت زي الحفرة راح تنزل فيها، وبعدين بتحصل زي الدمية تبع راني. راح تستخدم الخاتم هذا اللي معاك وراح ترجعها الى الحياة. بعد ما ترجعها الى الحياة راح تعطيك الدارك مون جريت سورد، وكذا تكون خلصت الراني سايد كويست لين ما تشوفها في نهاية القصة الاساسية، لان كل هذه سايد ميشنز تؤدي الى نهايات مختلفة في اللعبة. الحين برجع بكم الى عند فيا وروجير. بعد ما فيا قتلت دي الحين شوية مشوار على بال ما تلقاها، ولكن قبل لا نلقاها فيه الايتم هذا اللي اخذناه قبل شوي في هذا المكان راح تيجي وتفعله اللي هو اسمه الانفيرتد ستاتو الظاهر، راح تستخدمه هنا راح يقلب الدنيا فوق تحت. بعد الهزة هذه راح تقدر توصل الى المناطق العالية اللي قبل كانت مسكرة، وبتحصل في هذا المكان الكيرس مارك اوف ديث. بعدين راح ترجع الى النوكرونز المكان اللي اخذنا منه السيف حق راني، ولكن هالمرة راح تروح شمال وبتقاتل فيها الاثنين بوسز. لكن قبل لا تدخل عند البوسز بتحصل على اليمين اللي هو اخو دي، تذكرون الرسالة اللي قبل شوي، هذا اخوه بتحصلون هنا وبيطلب منكم انكم تعطونه الارمر حق اخوه. المهم بعد ما تعطيه الارمر خلاص تدخل تجلد البوس، وبعدين راح يفتح لك المنطقة هذه اللي موجود فيها فيها اللي هي الاكروس ذا روتس. طبعا راح تحصل ثلاثة بوسز او تشامبيونز اللي بعد ما تقاتلهم او بعد ما تقتلهم الثلاثة راح تحصل فيها في هذا المكان. طبعا راح تقدر تحضنها ولكن اختار الخيار الاول يا عزيزي واعطيها الماسك. طبعا بتكلم عن الاسرار، تروح للجريس بوينت وترجع لها، لكن هالمرة المتعب في هذه المرحلة انك راح تحصلها نايمة، كل شوي راح ترجع تحصلها نايمة. تقدر تعطيها الحضن كذا وهي نايمة او تدخل احلامها، المهم حاول انك كذا تدخل حياتها لين ما يرسبن يعني هذا البوس اللي هو التنين. ما ودي احرق عليكم صراحة، المهم انه في بوس رهيب راح تقاتله، فاذا ما ظهر لك هذا التنين بسرعة خلك رايح جاي بين الجريس بوينت ويعني تاخذ الرست وترجع عند فيها، تعطيها الحضن كذا وتكلمها وتحاول، المهم الخيارات كلها اللي تجيك وترجع لجريس بوينت وتكرر لين ما يظهر لك التنين هذا. بعد ما تقتل واحد من افضل التنانين اللي موجوده ومن افضل البوسز اللي موجودين في اللعبه، ما هو بصعب جدا، راح تحصل على ريممبرانس اوف ذا ليتش دراجون، وكذا انت يا عزيزي خلصت فيا سايد كويست. بعد ما تروح الى الجريس بوينت وتريح وترجع بتحصل مين؟ بتحصل الذيبان اخو دي جاء ينتغم وقتل فيا. عشان تخلص هذا المشن لازم انك تقتل اخو دي اللي لابس لبس دي او درع دي وتاخذ منه الدرع. مش متاكد اذا لازم تقتله ولا لا، ممكن تجلس على سايد جريس ويعطيك السلاح والارمر، لكن اذا قتلته هذا شيء اكيد انك بتاخذه. وبس يا شباب هذا بشكل مختصر المشن حق رينا وفيا وروجر ودي. اتمنى ان في احد استفاد من المقطع، ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.